القواعد الأساسية راحت البال في هذه الحياة هي اعتزل ما يؤذيك. سهلة، ما محتاجش أنني نشرحها لكم. أي حاجة كتأذيك تعتزل منها، أي حاجة كتحس بها أنها كتضايقك في الحياة لابد أنك تخلص منها. أي شخص كيضايقك ما كيناش شي حاجة تخليك أنك تكمل معاه، أنت غير مجبر أنك تكمل معاه. أي حاجة سلبية تقدر تأثر عليك وتخليك مشتت ولا كتحس أنها كتعطلك من أنك توصل الهدف ديالك، لازم انك تخلص من هاني نهائي. ناس ما سمعنا منهم غير الاحباط، ما شفنا منهم والو. كلمه زوينه كنا كنتظروها يقولوها لينا وما قالوهاش، ما عمرهم شجعونا ولا والو. كلمه واحده كلمه زوينه ما سمعناها. ركزنا في حياتنا اكثر من حياه غير، خدمنا على راسنا وتحدينا الصعاب وشمرنا على كتافنا. علاش انا نقدر نستمر ونزيد القدام؟ حتى حاجه سلبيه ما خليناش تاثر علينا. اعتزل ما يؤذيك ولا تلتفت، خذها كقاعده في حياتك. سطر العاب الاحمر بالخضر بزق بجميع الالوان، ما عمرك تنسى. انا متاكده انك قادر تعتزل اي حاجه مهما كانت، وعندك قدره انك تكون مع ناس هما ناس ايجابيين. باركه من الناس السلبيين، باركه من السلبيه، باركه من التشاؤم. كده انك قادر تعتزل اي حاجه مهما كان، وعندك قدرة أنك تكون مع الناس اللي هما ناس إيجابيين، وتبعد على أي شخص كان مصدر إزعاج. أي شخص كان سلبي ما عندك ما تدير بلي في حياتك، ما عنده ما يزيدك. قدرة، القدرة ديالك أنك تكون مع الناس اللي هما ناس إيجابيين، هذه من أهم عوامل النجاح. عيش النهار بالنهار وما تفكرش في اللي داز وما تفكرش في اللي جاي، تفكر في هذه اللحظة هذه. عيش هاد اللحظة، قول لا وما تكونش محرج من قول لا. ما عجبتكش لا ما عجبتنيش، بغيت مش معي لا ما بغيتش. ومن بعد لا، ما تكونش محرج بأنك تقول لا. وإلا كنتي خاطئ لازم أنك تعتذر. الاعتذار ما عمرك تكون خجول منه، ما عمرك تكون محرج من الاعتذار. كنتي خاطئ اعتذر، الاعتذار وما تخافش من الاعتذار. ولا تكون محرج تقول أنا غلط اسمح لي. ما ترهقش راسك وما تحمس فوق طاقتك. بركة عليك غير اللي انت قادر عليه، والكمال لله. نجاحك هو واحد الشيء كيخصك انت، ونهار تنجح ما تنساش الناس اللي كانوا معاك في الحلوة والمرة، وكذلك ما تنساش الناس اللي حطموك والناس اللي حبطوك وحطو من قيمتك ومن عزيمتك، باش توريهم انهم هما اللي غالطين وانت اللي صحيح. انت الصح، اعتزل ما يؤذيك، قاعدة في حياتك.